أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تطبيقاً للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع إلى عامل إقليم صويرة من قبل القضاء في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة في ظل الاحترام الدقيق للقانون. يأتي ذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الصويرة يوم أمس الأحد، وراح ضحيتها 15 امرأة. وجاء في بلاغ الداخلية اليوم الاثنين في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، سيتم الاستماع إلى عامل إقليم صويرة من قبل القضاء تطبيقا للتعليمات الملكية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم في ظل الاحترام الدقيق للقانون.